السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي دفعة 37، اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله في الفيديو ده هنبدأ نوضح حاجات سريعة بس عن الكلام اللي اتكلمناه في الاكس ريز، ونحل شوية اسئلة الاوبراتيف اللي جت في الامتحان بتاعنا. يلا بينا نصلي على اشرف الخلق يا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله بأول حاجة أنا عايز أتكلم عليها، اللي هي الفرق ما بين الـ ERCP ما بين الـ MRCP وما بين الـ BTC. ماشي، أول حاجة الـ ERCP والـ MRCP بشوف بيهم الـ Common باي الضغط، تمام. إنما الـ BTC بشوف بيه الـ Intrahepatic باي الضغط. طيب الكومن بايل دكت هبان لك ازاي في الصوره؟ هبان لك ماسوره بالمنظر ده كده اهو، وفوقها بقى البايل دكتس اللي هم بتديها لك. ماشي، يعني الكومن بايل دكت بيتبان لك بالمنظر ده كده. ماشي ماشي. طيب الانتر هيباتيك بايل دكت بيتبان لك فروع بهذا المنظر، وبتبقى كمان بالعرض. ماشي، لان الليفر موجود بالعرض. فانا عندي الاي ار سي بي والام ار سي بي بشوف فيهم الكومن بايل دكت، والبي تي سي بشوف بيها الانترا هيباتيك بايب دكت. هنا بشوف ماسوره، هنا بشوف الفروع بتاعه الانترا هيباتيك بايب دكت. يبقى البي تي سي بنشوف الفروع، انما الام ار سي بي والاي ار سي بي بنشوف الماسوره اللي هي الكومن بايب دكت. حلو. طيب تاني فرق، بما ان الاثنين دول بشوف فيهم الكومن بايب دكت، فدول انا محتاج افرق ما بينهم. بفرق ما بينهم ازاي؟ بوجود المنظار. لو الصوره فيها منظار يبقى دي اي ار سي بي، لو الصوره ما فيهاش منظار يبقى ام ار سي بي لا منظار. طب المنظار بيبان لك ازاي؟ بتلاقي الكومن بايل دكت كده اهو، والمنظار بتلاقيه حاجه كده كبيره ولفه عليها كده اهو. ماشي، ده المنظار، حتى بيبقى هتلاقي غالبا كله بيبقى لونه ابيض كده. ماشي، ده المنظار. لو لقيت المنظار يبقى انت اجابتك حتما ولا بد وينبغي اي ار سي بي. ما لقيتش المنظار ابدا افكر بقى، هشوف هل الصوره اللي عندي فروع شجره بالمنظر ده كده اهو، ولا الصورة اللي عندي ماسورة كبيرة. لو لقيت عندك صورة الماسورة يبقى انت ام ار سي بي، ما لقيتش صورة الماسورة يبقى انت بي تي سي. ماشي ماشي، برضه البي تي سي ما فيهوش اي منظار خالص بيبقى باين. طيب الكومنت بقى اللي انت بتكتبه، بتكتب ان انت عندك دايليتد، على حسب بقى الدايليتد ايه. لو انا في ام ار سي بي او اي ار سي بي بكتب dilated common bile duct with filling effect with differential diagnosis بقى stone tumor وهكذا. ماشي ماشي. طيب هنا برضو بكتب dilated، في البي تي سي بقى بنكتب dilated intrahepatic biliary system with filling effect for differential diagnosis، لو مثلا tumor عند البورتا هيباتس ولا حاجه. ماشي، سهلين خالص، وتعالى نشوفهم في الصور عشان يثبتوا في دماغك اكتر. بصوا يا شباب، الصوره اللي قدامك دي ادي الفرتبرال كولم، وادي عندك ماسوره دايليتد ناحيه اليمين. ماشي، طيب الماسوره اللي دايليتد دي انا دلوقتي في ماسوره، يبقى انا يا اي ار سي بي يا ام ار سي بي. في كلتا الحالتين انا اول حاجه بشوفها بشوف انا عندي المنظار ولا لا. طب هو فين المنظار؟ المنظار منظره ده كده اهو، اهو ده المنظار. وانس انك لقيت المنظار يبقى انت اجابتك حتما ولا بد وينبغي تبقى اي ار سي بي. ما لقيتش المنظار بقى على حسب، هيبقى اما ار سي بي لو انا على كومن بايل ضغط، هبقى بي تي سي لو انا على الليفر. ماشي، يبقى ده اي ار سي بي، في دايليتد اهو كومن بايل ضغط، وفي فيلنج ديفكت. ماشي ماشي. طيب هنا السؤال بيقول لك البريروبن بيقول لك هيبقى ايه؟ هيبقى التوتال كبير والدايركت كمان هيبقى كتير. ماشي، دي نفس الصوره اهي، ده المنظار اهو يا شباب، وزي ما انت شايف الكومن بايل دكت هنا فيها مالتيبل فيلنج ديفكت، حاجات كتير اصلا. الفيلنج ديفكت ده بيتمال لونه اصفر. هشوف بقى صوره. بص بقى يا شباب للصوره دي، قدامي ماسوره باينه في الصوره ودايليت، تمام؟ هل وجود اي منظار في الصوره؟ كلا والف كلا وكله كلا على كلا، المنظار ده مش موجود. فبالتالي الاجابه بتاعتك ام ار سي بي، وفي عندك دايليتد كومن بايل دكت ويز ستون موجوده كمان اللي هي فيلنج ديفكت. ماشي، يبقى انا كده اتكلمت على الام ار سي بي والاي ار سي بي. تعال نشوف البي تي سي. بصوا يا شباب للصوره دي، الصوره دي زي ما انت شايف قدامك عندي فروع شجره، فروع الشجره دي بالعرض، لا وجود لاي منظار، يبقى الاجابه بتاعتي بي تي سي.
اتمنى يكون الثلاثه واضحين. الامتحان ده برضه خلي بالك كان فيه بتاع الام ار سي بي، قصدي الاي ار سي بي، هو نفس الكلام اللي احنا كنا موضحينه، ادي الكومن بايل ضغط دايليتد وفي فيلنج ديفكت، وفي نفس الوقت كمان متفرع بقى للفروع الكتيره فوق اهي، وادي المنظار اهو اللي بيحلف لي ان الاجابه بتاعتي هتبقى اي ار سي بي. تاني حاجه يا شباب عايز اوضحها لك، الفرق ما بين الستاج هورن ستون والاي في يو. تمام، بص يا شباب، الستاج هورن ستون ده كي يو بي، يعني بليد اكسري عاديه، يعني ما فيش صبغه، وبالتالي بلاقي الستاج هورن ستون بس اللي باينه، واخده شكل الكليه، الستاج هورن ستون بس اللي باينه. انما الاي في يو لا، بلاقي ان الكليه مصبوغه، وبلاقي ان البلادر فيها الصبغه. اللخبطه بقى بتيجي منين؟ من صبغه الكلى في الاي في يو ممكن تلخبطك مع الستاج هورن ستون. طيب هتفرق ما بينهم ازاي؟ بص لي على البلادر، هل البلادر فيها صبغه ولا لا؟ لو البلادر فيها صبغه يبقى انت اي في يو، لو البلادر ما فيهاش صبغه يبقى انت كيو بي. كيو بي ممكن الحاجات اللي فيها تبقى ستاج هورن ستون اللي هي ممكن تلخبطك معاهم. تعالى برضه اوريك انا اقصد ايه في الصور. بصوا يا شباب للصوره دي، الصوره دي خلي بالك احنا كنا حلينها امبارح. عندك اول حاجه، حد هيبص على الصوره هيلاقي ان الكليه دايليت، ممكن حد يفتكر ان دي ستاج هورن ستون. هتفرق ما بينهم ازاي؟ هتبص لباقي السيستم، البلادر واليوريتر، هتلاقيهم ان هم مصبوغين اهم، فخلاص دي اي في بي صبغه. تمام، لان الصبغه هنا واصله لحد البلادر واليوريتر كمان مصبوغ. طب الاستاج هورن ستون بقى مش هتلاقي اليوريتر مصبوغ ولا البلادر مصبوغ، هتلاقي الاستاج هورن ستون بس اللي باينه. ماشي، لان الاستاج هورن ستون بيبان في الكي يو بي. تمام، دي تاني حاجه كنت عايز اكلمك عنها. ثالث حاجه عايز اتكلم عليها الاكاليزيا فيرسز الكانسر، الاثنين باريوم سوالب والاثنين بيلخبطوا مع بعض. طيب عايزين نحط كذا فرق كده ما بين الاكاليزيا وما بين الكانسر. اول حاجه في الاكاليزيا الاسوفيجاس بيبقى هيوجلي دايليتد، تلاقي الاسوفيجاس كبير. تمام، انما هنا الاسوفيجاس في الكانسر لا، بيبقى دايليتد ولكن مش بكبر حجم الاكاليزيا. تمام، تاني حاجه المنظر بتاع الاستركتشر اللي موجود بيبقى ريجولار، كلمه اللي احنا تقريبا كلنا عارفينها ولكن مش بنقدر نشوفها، انما هنا الاستركتشر بيبقى الريجولار. تمام، ماشي. طيب تعالى بقى نحط كمان فرق بالنسبه لينا، هو حته الشولدرنج. الشولدرنج ده انا بلاقيه في الكانسر اللي هو منظر ده كده اهو كتف، انما الاكاليزيا الاسوفيجاس عامل زي القمعه كده اهو. تمام، قمعه اهو، مش خط مستقيم كده، لا جاي بقوس كده. ماشي، دي الفروق ما بين الاكاليزيا والكانسر. هوريك الصوره عشان الصوره دي احنا كلنا بنتلخبط فيها. بص يا شباب الصوره دي احنا كنا حليناها امبارح، زي ما انت شايف اهو الاسوفيجاس دايليت وكبير. ماشي، طيب دي اول حاجه اسوفيجاس كبير. تاني علامة إن الموضوع مش كتف بالمنظر ده كده أهو، لا الموضوع اللي هو قمع كده أهو. تالت حاجة الجزء اللي هو اللي فيه الاستركتشر ريجولار. فهي دي علامات الأكاليزيا، هوريك صورة الكانسر وهتفهمني. بص يا شباب بقى معايا صورة الكانسر، أول حاجة الأسوفيجاس شايف مش بنفس الوسع بتاع الأكاليزيا. تمام، بتاع الاكاليزيا كان بيبقى هيوج كده. تمام، نيجي نبص على الشولدرنج، بص معايا اهو، تلاقي حته الكتف دي موجوده اهي، بس هي هنا صغيره شويه. ماشي، في نفس الوقت كمان بص على الاستركتشر هتلاقيه الريجولار اهو، شايف فيه الريجولاريتي ازاي؟ دي العلامات بتاعت الكانسر. هنا بقى دي باينه خالص، وهي دي اللي بتيجي زي في اول حاجه الاسوفيجاس، مش هيوجلي دايليتد. ماشي، ماشي. تاني حاجه في الشولدرنج اهو اللي هو الخط المستقيم ده. تالت حاجه الاسوفيجاس الريجولار اللي هو الاستركتشر الريجولار.
ماشي، دي النقاط المهمه اللي انا كنت عايز انبهك عليها بالنسبه لل اكس ريز. اظن انا وضحت السيكم والسيجمويد فولفرس بالتفصيل. تاني يا شباب برضو دي عشان لو حد بينساها، سيجمويد فيرسس السيكم. الاناتوميكال سايد بتاع السيكم رايت، الاناتوميكال سايد بتاع السيجمويد ليفت. طيب اللفه اللي هي الايبكس، الايبكس دي اللي هي اعلى حاجه في الرسمه. الايبكس في السيكم هتلاقيها على ايدك اليمين، اهي ايدي اليمين، يعني على الاشعه هتبقى ناحيه الليفت هايبوكوندريا، الايبكس اللي هي اعلى حته في الرسمه. ماشي، نبص بعد كده على السيجمويد. السيجمويد هتلاقيها على ايدك، اللفه هتلاقيها على ايدك الشمال. ماذا اعني باللفه اللي هي الايبكس اللي هي اعلى منطقه خالص في الرسمه، اللي هي الحته دي كده اعلى حاجه خالص في الرسمه، هتلاقيها على ايدك الشمال، يبقى بصه ناحيه في الاشعه اللي هو الرايت هايبوكوندريوم، وبالتالي دي سيجمويد فولفرس. تعالى بقى انا عايز اشوف اسئله الترو فولس بتاع الاوبراتيف ونحل اسئله الاوبراتيف النظري. بصوا يا شباب للاسئله بتاعت الترو فولس دي، السؤال رقم 11 بيقول لك ان الاير امبوليزم ممكن يبقى كومبليكيشن للثيرويدكتومي، الاجابه دي صحيحه. السؤال اللي بعد كده، الابزوربابل مش ار يوزد فور ريبير اوف الانجوينال هيرنيا، الاجابه دي خاطئه. خلي بالك المش بيبقى نار ابزوربابل، واسامي اللي هي السنسيتك جرافت اللي بيتعمل ده خلي بالك مهم. ماشي ماشي. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده، بيقول لك ديورنج السيرجري اوف ثايروجلوسال سيست بارت من، خلي بالك جات لنا كده برضه في الامتحان مكتوبه هيداتد برضه. وانا لما سمعت حد بيسال الدكتور بيقول له كلمه هيداتد دي يعني ايه، انا استنتجت ان الاسئله مكرره كوبي بيست بنفس الغلطه، لان انا كنت باصص على الاسئله في الفيديو يعني. فهنا بيقول لك ايه بقى، بيقول لك دي هيدات دي المفروض هيويد بون از يوجوال ريموفد، الاجابه دي صحيحه. السؤال اللي بعد كده، الفراكشر نيك فيمر ممكن يبقى كومبليكيتد بافاسكولار نيكروزس للهيد اوف فيمر، الاجابه دي صحيحه. تمام، نخش على الاسئله اللي بعد كده. بيقول لك الثيرد ديجري بيرن ار بينلس، الاجابه دي طبعا صحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان الاندرسند تيست بتتعالج عند السكول ايدج، لا دي بتتعالج بعد سنه ونص تقريبا او سنه. طيب البكتوراليس فاشيا بتبقى ريموفد ديورنج الموديفايد ماستكتومي، اه الموديفايد راديكال ماستكتومي اه بتتشال عادي. يقول لك السيروما فورميشن دايما احد الكومن كومبليكيشن في الموديفايد راديكال ماستكتومي، ايوه هتلاقيها مكتوب عندك في الكومبليكيشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الانفانتايل هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس اللي هو الشيبس قصدي بيتعالج بالهيلر كارديوميوتومي، لا طبعا الاجابه دي خاطئه وهي بتتعالج طبعا بالرانستيد. تمام يا شباب، دي كده النوتس اللي انا كنت عايز انوه عليها في الاوبريشنز. ترتيب بقى عمليه الثيرويد اند الدراج، ترتيب في الجروب. وصلنا الاسئله النظري بتاعت الاوبريتيف دي، هنقولها في ريكوردات بكره ان شاء الله. دمتم سالمين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.